لوامع الأنوار البهية. كذلك هذا من الكتب النافعة التي هي منوعة أيضا وحاوية لمختلف الفروع في الاعتقاد. لمعة الاعتقاد الهادي. لمعة الاعتقاد للموفق بن قدامة رحمة الله عليه، كتاب مفيد، ولأهل العلم بعض الاستدراكات عليها، منهم شيخ الإسلام ابن تيمية. أيوة. فقد ذكر أن الكتاب أن عقيدة الإمام أبي بكر الباقلاني أحسن في بعض الجوانب من عقيدة لخطأ فيها أو لحسن بناء واستكمال المسائل. فقط الموفق في زمانه لم ينفرد مذهب الحنابلة، ولم تقع المشكلة الكبيرة بينهم وبين غيرهم، فلذلك يجمع من مذاهب أهل السنة. نعم. فتوى الحموية والتدمرية. بالنسبة للحموية كذلك عقيدة مختصرة للأطفال، وهي جيدة، ورسالة كتبها شيخ الإسلام ابن تيمية لهذا الغرض. أما التدمرية فكانت ردودا على المتكلمين، ولم يقصد بها أن تكون عقيدة هي بذاتها. ليست من كتب البناء. لا، هي من كتب الردود، ولكن مهمة للتخصص، وقد بناها على 7 قواعد مهمة، وهذه القواعد المقصود بها مباحث وأبواب كليات، ولكنه وضع فيها كليات مهمة، مثل القول في بعض القول في الصفات كالقول في الذات، والقول في بعض الصفات كالقول في بعض، وأيضا حتى بعض الردود التي ركزها رحمة الله عليه وبناها على طريقة المتكلمين، فهي من علم الكلام لكن فيها منافع. سيأتينا إن شاء الله. علام السنة المنشورة الحكمي. نعم، هذا أيضا مفيد جدا ونافع وقوي. إضاءة الدجنة كذلك، هذا نظم مقهري جميل جدا للمقهري الجزائري المغربي الأصل، وهو نظم الاعتقاد أهل السنة على مذهب الأشعري، وأيضا أتى على كل المباحث، لكنه خاض في علم الكلام كثيرا. نعم. والنظم 500 بيت أشعري والمذهب. نعم، أشعري والمذهب، نظم 500 بيت، ولكن فيه كثير من المباحث التي يحتاج إليها الدارس لعلم العقيدة مطلقا، لا نرشحه للمبتدئين ولا، لكن من درس هذه الكتب السابقة يحتاج إليه كثيرا. طيب، الآن لو أردنا أن نخلص من هذا بثلاثة كتب متدرجة، يبدأ بكذا ثم كذا ثم كذا. نعم. حتى ننتقل للفرع الثاني. نعم.